كانت في اعتبارات كثيره، لان شباب محمديه لاعبين ضد الرئيس ديالهم السابق، فباغين يعني يلعبوا بواحد هذا. ملي كتلعب ضد الوداد ولا الرجاء كيكون واحد التحفيز كبير من اللاعبين، لان حضور يعني جماهيري كبير، متابعه اعلاميه كذلك اللي هي كبيره. علاش يعني هاد اللاعبين دائما كتحس المدربين كيقول لك لاعب ضد الرجاء وداك ما محتاجش تحفز اللاعب، لان بالنسبه لي هو ديجا محفز. انا المهم بالنسبه للوداد هو يعني جمع النقاط في المرحله الحاليه، لان بان بان مازال مكوينه محتاج للوقت باش انه يكون فريق قوي بالمستوى اللي كنا كنعرفوا عليه فريق الوداد الرياضي على المستوى الدولي الاحترافي ولا افريقيا. فبالتالي اللي خاص الوداد دابا هي انه يعني يحصد اكبر عدد من النقاط، بدون يعني بغض النظر على الاداء، واش اداء كان يعني كيليق مستوى فريق الوداد الرياضي ولا كذا. خصو يدي النقاط، لان لا بقى غادي كنتكلموا على الاداء، الوداد ما كايناش، الوداد ما ماشي في المستوى ويضيع في النقاط، غير قرصو بعيد على اليوم. الوداد راه بينه وبين كنظن حتى طنجة نقطة، معناها راه في الصدارة، تقريبا من الصدارة بنقطة مع الجيش الملكي مع بركان. معناها أما أحسن نكون في الصدارة ولا نبقى نتكلم على الأداء؟ لا، والمهم خصو يجي معاك عليك كيماركي، خصك تماركي عليك كيماركي. حتى دابا نيانغ يعني بان بأنه بدا يعني كيتأقلم، بدا كيتأقلم، سجل جوج ديال الأهداف، فكنظن غيكون مهم بالنسبة للوداد في خط الهجوم، لأن الوداد ربما عانى بواحد الشكل كبير مع لا الشرق البحري لا سامبو، تعطاتهم فرصه كبيره وما كانوش في المستوى. كنظن غيعطي اضافه كبيره لخط الهجوم ديال فريق الوداد الرياضي، لان بخبرته بتجربته كيفاش سجل الهدف كنظن الثاني بديك الطريقه، كيبان بان عنده واحد الخبره وعنده ثقه امام المرمى، ماشي شي واحد اللي كيتبروفوكا ولا يبقى التركيز. هادشي علاش انا قلت لك غتكون اضافه بالنسبه للوداد الرياضي، ان يكون عنده مهاجم من هذه القيمه هذه.